عن ذكرى مرور عامين على فاجعة غرق عبارة الموصل وأوضاع أهالي الضحايا والمدينة على وجه العموم، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني في الذكرى الثانية لفاجعة غرق عبارة الموصل، ما الذي تغير على المدينة؟ بداية التحية لكم ولمشاهدكم الكرام. أنا أعتقد لا يوجد شيء تغير، الحال من سيء إلى أسوأ. وإذا أردنا أن نتحدث عن المسؤولية عن غرق عبارة الموصل، حقيقة المسؤولية تحدد على جهتين، الجهة الأولى هي المالكة للعبارة والجهة المسؤولة عن إدارة العبارة سواء كانت ميليشيات أم غيرها، والجهة الثانية هي الحكومة المحلية أيضا تتحمل المسؤولية حتى لو كانت بصورة غير مباشرة لغياب الشرطة النهرية وغياب نجدات النهرية. كان بالإمكان إنقاذ عدد كبير من الضحايا لو توافرت النجدة النهرية ومعها وسائل الإنقاذ. أما المسؤولية الأولى فتقع على مالك العبارة، لأنه أولا كان هناك تحذير له كما ذكر التقرير بسبب ارتفاع منسوب المياه. هناك أعداد كبيرة، هناك عدم صيانة لهذه العبارة، لكن الاستخفاف بأرواح المواطنين والجشع الذي سيطر على هؤلاء الذين يملكون هذه العبارة جعلهم يعني يستخفون بأرواح الناس من أجل هذا المال الفاسد. أستاذ حسين، هذه الفاجعة إلى أي مدى تؤكد أن الحكومة غير قادرة على موضوع إنهاء هيمنة الأحزاب والميليشيات على المحافظة ككل؟ يا سيدي، الحكومة لا تستطيع أن تنهي هيمنة الميليشيات على العبارة أو على مؤسسات أخرى. هي الميليشيات مهيمنة حتى على الحكومة نفسها، هي من تأتي بالحكومة وهي من تغير الحكومة. يعني الميليشيات أخذت صور القائد العام القوات المسلحة وداست عليه بالأقدام، هددت رئيس الوزراء بقطع صوان الأذن، هددت الحكومة، أي جهة تتكلم معها تهددها، جهاز المخابرات نفسه مهدد واليوم اغتيال أحد ضباط جهاز المخابرات. فكيف الحكومة أن تنهي دور الميليشيات على مناطق اقتصادية أو سياحية؟ أو الميليشيات اليوم هي الحاكم الحقيقي في العراق، وهي التي تغير المشهد وتتلاعب به، المشهد السياسي العراقي. الحكومة أستاذ حسين، الحكومة لم تعوض ذوي الضحايا، ما السبب في ذلك؟ يعني أكيد السبب الفساد، سبب الإهمال، سبب الطائفية، هناك عدة أسباب. وهذا الحال لا يجري فقط على ضحايا العبارة، هو أغلب سكان المدن المنكوبة وخاصة الموصل لم يحصلوا على تعويضات نتيجة خسائرهم ونتيجة الضحايا التي ذهبت في المعارك، هذه لم تحصل عليها ولا بنسبة 5% من ذوي الضحايا. وبالتالي هذا نهج سياسي متعمد في خصوصا لهذه المناطق. طيب، فهذه اللجان التي تشكل أسوة بباقي اللجان التي تخرج بلا نتائج وبلا تعويضات. أستاذ حسين، نبقى في مدينة الموصل ولكن في موضوع آخر، موضوع إعادة الإعمار، إعمار المدينة. يعني تأخر عمليات الإعمار لمصلحة من؟ ولماذا يراد إبقاء المدينة على هذا النمط من الدمار؟ ما الغاية من وراء ذلك؟ يعني الغاية حقيقة هناك سببين لعدم إعادة إعمار بناء الموصل، مدينة الموصل. السبب الأول هو هناك مشروع تغيير ديموغرافي لمدينة الموصل. يراد السيطرة على هذه المنطقة القديمة اللي هي قلب الموصل، وسيطر على هذه المناطق من خلال شراء الدور المدمرة من أصحابها لعدم إمكانية إعادة بنائها من قبلهم، ومن ثم والإتيان بناس جدد سواء من المحافظات الجنوبية أو من محافظات أخرى للسيطرة عليها، خصوصا أن هذه المنطقة هي تصلح للاستثمار والتجارة لأنها هي في قلب المدينة. هذا السبب الأول. والسبب الثاني هو الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وأيضا غابت التعويضات وغابت موضوع بناء مدينة الموصل في ميزانية عام 2021، لم يوجد في الميزانية إعادة بناء المدينة المدمرة. فالسبب اقتصادي والسبب سياسي، تغيير الديموغرافي، هذين السببين هم حالة دون إعادة بناء مدينة الموصل. الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي حدثنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لكم.